أدانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جريمة حرق الرضيع دوابشة في فلسطين المحتلة، وجددت على لسان نائب رئيسها الدكتور عمار طالبي دعوة الهيئات والمؤسسات العربية للتدخل من أجل حماية الفلسطينيين. جاء ذلك على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها سفارة أمام السفارة الفلسطينية بالجزائر. من جانبه سفير فلسطين في الجزائر عيسى لؤي قال إن استنكار حكومة الاحتلال العملية ومجرد محاولة لامتصاص الغضب وتفادي المحكمة الجنائية الدولية. لم يقبضوا على الفاعل، هم قبضوا على عضو من منظمة دفع الثمن، أما من الفاعل لا ندري. هم الآن قد يدفعوا به إلى المحكمة. ومن ثم يقولوا أنه إحنا وطنيا تبعنا الإرهابيين، وبالتالي لم يعد هناك ضرورة لأن يكون محاكمة دولية. هو الهروب من الحالة الدولية إلى الحالة الوطنية حسب النظام الدولي. هذا الكلام لا يغرنا. أيضا لا يغرنا هذا الاستنكار الدولي. الاستنكار الدولي يجب أن يتبلور بقضايا أساسية وفعلية، مش الاستنكار الدولي يتبلور بفيتو في مجلس الأمن، مش الاستنكار الدولي بمنعنا من على الأقل أن نقوم بعدم إدراج إسرائيل على قتلة أطفال وتبرئها من تقرير حقوق الإنسان أنها قتلت أطفال. هذا ليس توازنا. الإعلام في العالم العربي والإسلامي أن يتحرك، ويجب على المؤسسات السياسية في العالم العربي والإسلامي أن تتحرك ضد هذه الجرائم المتكررة، سواء في القتل أو في العدوان على المسجد الأقصى وما إلى ذلك من الجرائم المتكررة، والحرب على غزة ومحاصرة غزة إلى اليوم.